اف ده ماجنيتيود اوف ايه بلس بي، الماجنيتيود بتاع الايه مجموع عليه البي از ليس ذان ذا ماجنيتيود اوف ايه، يعني اجمع الايه زائد بي ويكون ماجنيتيودهم اقل من ماجنيتيود ايه بروحه. ذن قبل ما نقرا احنا عندنا مثلا الايه هنا، طبعا في اي اتجاه هحط عليه محور، يعني بفرض ان الايه كده هخلي المحور كده واعمل محور تاني عمودي، فبفرض ان الايه كده لو حطيت بي هنا او هنا في اي حته هنا هيزود في الاتجاه طبعا، مثلا ده اكس وده واي، هيزود الماجنيتيود بتاع الايه. امتى نقص ماجنيتيود الايه؟ لو حطيت البي في الحته دي او في الحته دي، مثلا اي مكان هنا او اي مكان هنا، مثلا ده بي ومثلا ده بي داش على سبيل المثال. في الشكل هنا الماجنيتيود بتاع الايه بلس البي اكيد اقل من الايه، لان البي هياخد شويه من الايه. طيب نفس الشيء الماجنيتيود بتاع الايه بلس البي داش برضه هيكون اقل من الايه. فامتى الايه بلس بي يكون اقل من الايه؟ لما يكون الزاويه اللي بين الايه والبي اكبر من 90 وتكون اقل من 270، يعني بس هيكون محصور في الحته دي، يعني لازم الثيتا تكون اكبر من 100، اكبر من 90 واقل من كام؟ من 270. طيب احنا عارفين ان الاي دوت بي بتساوي ايه؟ بتساوي اي بي كوساين ثيتا. طيب فامتى تكون الكوساين ثيتا، احنا عايزين قيم ثيتا اللي هنا اللي هي يعني اعوض بيها هنا، الثيتا اللي اكبر من 90 واللي اقل من 270 كل الكوساين بتاعها بيكون سالب، يعني مثلا كوساين المية طلع سالب، كوساين 260 طلع سالب، كوساين 180 طلع سالب. يبقى دلوقتي علشان نقول A بلس B ماجنيت بتاعها أقل من الـ A لازم الثيتا تكون ما بين الـ 90 أكتر من 90 وأقل من 270، يعني الكوساين بتاعها يكون سالب. يعني لازم الـ A B كوساين ثيتا يكون سالب، يعني طبعا ده ماجنيتيود وده ماجنيتيود والحتة دي نيجاتيف. معنى كده لازم الـ A B كوساين ثيتا هيكون طبعا أقل من الواحد، لان الحته دي بس النيجاتيف ودول ماجنتيود، يبقى لازم الاي دوت بي يساوي سالب. تعال نشوف الخيارات بتاعتنا، بيقول لي الاي دوت بي ماست بي نيجاتيف، طبعا لو بوزيتيف معناته ان الزاويه هنا ده هيزود هيخلي اي بلس بي اكبر من الاي، فطبعا ده غلط. لازم الاي بيربنديكولار تو بي، الاي والبي يكونوا عمودي على بعض، لا طبعا لو الاي والبي هيكون الاي بلس بي اكبر لان هيكون فيثاغورس. تخيلوا لو احنا عندنا اي كده وبي كده، سواء بي صغيرة أو كبيرة، معناه المحصلة هتكون شكلها ازاي؟ هتكون كده، وبالتالي A بلس B الماجنيتيود بتاعها هيكون أكبر من الـ A، فطبعا ما ينفعش بالحل ده برضه غلط. لازم الـ A must be parallel to the vector، يعني الـ A كده ومعاه الـ B، لو الـ A مع الـ B في نفس الاتجاه فالماجنتيود هيزيد، ولو عكس بعض والبي كانت اكبر من الاي، يعني مثلا الاي ب 2 والبي ماينس 20 هيبقى 18 اي بلس بي كماجنتيود، فبرضه ما ينفعش فالكلام ده غلط. فامتى يكون الاي بلس بي كماجنتيود اقل من الاي؟ فقط لو كانت البي عامله زاويه مع الاي اكبر من 90 واقل من 270، يعني الكوساين بتاعها سالب، يعني الاي بي كوساين بتكون بالسالب، يعني الاي دوت بي تكون سالب، وما عندناش غير اختيار واحد اللي ينفع الكلام.